اصبر راه ارتأت أمن ولاية البوليدة أن تنظم حفلا تكريميا على شرف الأسرة الإعلامية لولاية البوليدة، وبهذه المناسبة أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن كل إطارات أمن الولاية و رتبائها وأعوانها بأخلص التهاني. نشكر مصالح أمن ولاية البوليدة، مديرية الأمن ولاية البوليدة على هذه الالتفاتة الطيبة بمناسبة هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة. بهذه المناسبة توجه لكل الزملاء هنا بالبوليدة في كل تراب الوطني وفي كل العالم، كل إعلامي العالم، أن توجه لهم بأحر التماني إن شاء الله. أشكر جزيل الشكر رئيس أمن ولاية البوليدة على هذه الالتفاتة الطيبة، ونعتبرها تشجيع منه خاصة فيما يخص المعلومة الأمنية. الشكر الجزيل لرئيس أمن ولاية البوليدة على هذه الالتفاتة الطيبة بمناسبة اليوم العالمي للتعبير.